توفير الوقت باستخدام بوابة الاتصالات السعودية My Business. الفواتير، يمكنك الاطلاع على تفاصيل جميع فواتيرك ومعلومات حسابك. تنزيل فواتيرك، يمكنك تنزيل وطباعة ملخص فواتيرك أو تفاصيل فاتورتك بصيغة PDF وCSV وإكسل. تحليل الفواتير، يمكنك مشاهدة وتحليل بيانات فاتورتك. إدارة الخدمات، لوحة التحكم بالخدمات. استعرض جميع خدماتك أو باقاتك. تفعيل وإيقاف الخدمات، إضافة وحذف خدماتك. الدفع الإلكتروني، سداد فواتيرك، يمكن سداد فاتورة واحدة أو أكثر بعملية واحدة باستخدام بطاقة الائتمان. عمليات الدفع السابقة، يمكنك الاطلاع على كشف بالمبالغ التي سبق لك سدادها. إدارة الصلاحيات، إدارة مشرفي الحساب الفرعيين، إدارة مشرفي الحساب الفرعيين بإضافة وحذف وتغيير كلمات المرور. إدارة المستخدم النهائي، تحديث بيانات مستخدم كلمة المرور المؤقتة للحصول على موافقة تلقائية. صندوق الرسائل الواردة للمشرف، استلام طلبات المستخدمين النهائيين لتفعيل الخدمات. الدعم والمساعدة، الاتصال بنا، يمكنك إرسال طلب مساعدة إلى قسم خدمة العملاء باستخدام نموذج الاتصال بنا. خدمة الدردشة، يمكنك الدردشة مع فريق الدعم والمساندة والحصول فوراً على الإجابات المطلوبة. كلمة المرور المؤقتة، لوحة التحكم بكلمة المرور المؤقتة، يمكن للمستخدم النهائي تسجيل دخوله ومشاهدة لوحة التحكم الخاصة به. بادر إلى التسجيل الآن للحصول على مزايا بوابة My Business. mybusiness.stc.com.sa